أهلا وسهلا فيكم بأرسون بوز. العالم اليوم هو عالم مليء بالتحديات، عالم مليء بالمشاكل، عالم مليء بالكراهية والعنف. هاي الصورة هي الصورة النمطية اللي بتصورها وسائل الإعلام. ليش؟ لحتى تكسب. وسائل الإعلام بدها تعمل قصة، بدها تعمل ستوري لحتى الناس تتفرج على الأخبار، لحتى يجوا معلنين، لحتى يعملوا إعلانات. فالمشاكل العالم مضخمة بطريقة إنه يعني تظهر لك إنه العالم كله هيك. الفكرة الأساسية اللي بتحكم تعاملات الناس بينه وبين بعضها بهذا العالم اللي وسائل الإعلام بتصوره هي الخوف. في جهات وفي شركات بتسوق لسياسة الخوف. أول شيء الخوف من الندرة، خوف من إنه ما في الموارد قليلة، الموارد شحيحة ما في. تاني شيء الخوف من الآخر. هذا الآخر أما إنه بده ينافسك مشان ياخد مكانك، أو إنه بده ينافسك على أكلك، أو بده ينافسك على شربك، أو بده ينافسك على أرضك، بده يجي ياخد لك أرضك. فالخوف من الآخر ومشاعر المواجهة للخوف هي العنف. فأنا بدي أقابل الآخر اللي أنا خايف منه بعنف. هي مشاعر الخوف من الرفض. أنا بخاف إنه أكون مرفوض من مجتمعي، خاف من الرفض، فبعمل أشياء وبتملك أشياء وبحكي أشياء أنا مالي مقتنع فيها ولا أنا محتاجة أصلا، بس أنا بحكيها وبتملكها وبدخلها لحياتي لحتى أخذ القبول من مجتمعي، القبول من الآخر. في كتير أفكار بتتفرع من فكرة الخوف، واللي هي الحقيقة هي بزنس كامل. في ناس كتير عم بيتنفعوا من هذا البزنس. شو هي الفكرة المقابلة للخوف؟ طيب خلينا نفكر بمجتمع ما في خوف. شو بدها تكون الفكرة البديلة للخوف؟ الشجاعة. يعني انت ما بتحتاج لشجاعة لحتى تنزل على الشارع وتسوق سيارتك وتروح على شغلك، ما بدك شجاعة. لكن شو بدك؟ بدك حب. انت لما بتروح على شغلك بتروح على شغل مالك خايف فيه انه حدا ينافسك بمكان عملك، او مالك خايف انه انت تتعرض لتحديات ولضغوطات ولأعباء زيادة بالعمل. لما بتروح وعندك مشاعر حب لشغلك بتنتفي مشاعر الخوف تماما. لما انت بتكون ماشي بالشارع بدل ما تحس بالخوف من الآخر، انه الآخر هذا الشخص الثاني جنبك اللي عم بيسوق السيارة جنبك، هذا الآخر ممكن ياخذ لك مثلا مكانك، او ممكن هو يسبقك للباركينج اللي انت بدك تصفيه لانه ما في كتير باركينج، يتعرض لك بطريقة انه يعرض حياتك للخطر بسلوك طائش او بسلوك عدواني معين. لما بتتبدل هاي المشاعر الخوف بمشاعر الحب بتصير بتفكر بهذا الشخص على انه شخص مثلك، مثله مثلك كمان، شخص رايح متأخر على شغله ورايح ممكن مستعجل بده يؤدي غرض معين. فبتصير بتعامله بتعاطف، انه الطريقة اللي هو عم بيسوق فيها الله يهديه، انه هو عنده ظرف معين، عنده مشكلة معينة بده يحاول انه يحلها، بده يروح يحلها. ولما بتعطيه طريق لهذا الانسان بتتركه يروح، بتكون حافظت انت على هدوء اعصابك وعلى روقانك وعلى مسيرتك انت بمسارك العادي. خلي هو يروح يستعجل، وهو طبعا بده يتحمل مسؤولية اخطائه. اذا متأخر بده يسرع كتير، اذا اسرع كتير احتمال يعمل حادث، احتمال يخالفه الشرطي. ما نحن بدنا نعلم الناس انه كيف تسوق. في ناس بتلحقه، ليش وبدي الحقك وانت مين وانت وبدي علمك كيف السواقه وكذا. انت ما يعني مالك ولي امره انت حتى تعلمه. يعني هو هي سلوكه اللي هو عم يعمله نتيجه تربيه معينه، نتيجه ثقافه معينه هو متبنيه. فانت لما بتتبنى ثقافه الحب مو ثقافه الخوف بتشعر بالتعاطف تجاه الانسان، قول الله يهديه والله يوصله بالسلامه، لانه الطريقه اللي هو عم يسوق فيها والله يعني الله يحميه. بتشوف مثلا باركينج، بتشوف شخص كمان بده يصف بالباركينج اللي انت مستعد لحتى تصف فيه، ام عندها اطفال بدها توديهم على المدرسه. فانت ممكن انت بهالحاله تحس بمشاعر التعاطف، بمشاعر الحب والتعاطف لهي الانسانه اللي بتسمح لها انه هي مثلا تاخذ الباركينج، وما تحس بمشاعر كره او مشاعر خوف انه انت بدك تاخذي الباركينج. وصدقني لما بتعامل الاخرين بهي الطريقه وفي امور بتتيسر لك بطريقة انه انت تحقق الشيء اللي انت بدك اياه.
يعني انت مثلا اعطيت هذا الباركينج بيصير لك مجال يعني تلاقي باركينج كمان بسهوله. ممكن انا اكون عم بحكي كلام طوباوي بالنسبه لبعض الناس، ولكن صدقني لما بتعامل الاخرين، لما بتشيل مشاعر الخوف وتعامل الاخرين بمشاعر حب، بعاطفه حب، انت اللي بترتاح. يعني انت اللي اللي بتكون فعلا منسجم تماما مع روحك، لانه الروح، يعني في ناس كتير من العارفين بالله بيقولوا الروح، عجينة الروح هي الحب، يعني الروح هي معجونة بالحب، ولما تحاول تكبت الحب وتعامل الآخر بخوف فروحك بتحس حالك مقبوض، بتحس حالك مزعوج، متضايق، بتنشن. لما بترجع لمشاعر الحب صدقني هتكون عم ترجع للأصل الأساسي اللي انعجن هذا الكون كله فيه. يعني الحب هو عجينة الوجود، واسمحوا لي بهالتعبير المجازي الفضائي. فمشاعر الحب بعتقد هي الند المناسب لمشاعر الخوف، لحتى نتحرر من كل مشاعر الخوف اللي منعيش فيها. لما بتعامل الناس بالحب، لما بتعامل الكون، ولما بتعامل الآخرين بالحب، صدقني حياتك حتطلع لمستويات أنا بتمنى أنه أنت توصل لها. أنا بتشكركم على مشاهدة هالفيديو، وبتمنى تضلوا معنا بفيديوهات تانية نحكي فيها عن الحب. شكراً لكم.